أصدقائي كيف حالكم؟ شو راح نشوف اليوم يا زين؟ في اليوم أشكال؟ سمايلات؟ سمايلات لازم نعرف اختلاف؟ في شكل الاختلاف لازم أعرف شو هو. وإذا ما عرفت شو هو شو راح تخسر؟ أنا بدي أجيب لك لباس سبايدر مان، إذا خسرت ما بعطيك إياه، إذا ربحت بعطيك لباس سبايدر مان، ماشي؟ لازم تجيب أقل شيء 6 من 10، هن 6 فيديوهات بدنا نشوفهم أنا وياك، ولازم نعرف الصح والغلط، ماشي؟ اتفقنا؟ قلي أوكي. أوكي. تمام، يلا نبلش سوا. بلش يلا مع اول فيديو. افتح اول فيديو. اول شوف المختلف انه واحد، هذا سمايل كتير سهل، لازم تعرف اي واحد رقمه. كمان لازم نختبر المتابعين معنا مين الاكثر شيء حيعرف، واسرع واحد وانو اذكى واحد حيعرف الجواب بسرعة. يلا نتابع مع بعض. معكم 20 ثانية رح تخلص. 7. رقم 7. والله وعرفت، برافو عليك، هاي أول إجابة صح، ورح نحسب لك أول إجابة صح. سهلة شوي، مو لازم يعرفوها أصدقائنا كلهم، مو هيك؟ نكمل؟ ماشي تمام. هلا بالفيديو الثاني ونشوف أي سمايل هو الصح. ماشي. أي سمايل فيه اختلاف. هدول بطاط، أنا وبطة فيهم اختلاف. معك 20 ثانية، لازم تعرف أي وحدة فيها اختلاف بسرعة. يلا. 9. خطأ. ما عرفت أي وحدة، يعني خلي أصدقائنا يعرفوا. برافو. رقم 6. رقم 6 هو الصح. وخسرت هاي الإجابة، ما راح تربح سبايدر مان. لازم تعرفهم كلهم، ها فكر منيح ثاني مرة. شو عنا؟ شوف حاطط، شو شايف أنت هلا؟ سبونج بوب، مو هيك؟ سبونج بوب. بدك تعرف أي وحدة فيها اختلاف. لازم يكون معك 20 ثانية مشان تفكر. يلا لازم تعرف أي وحدة. خبرنا. رقم 9. برافو. شو الاختلاف؟ سن واحد. تاني يسوي اسمه، خليه يفرش اسنانه منيح. برافو عليك، وهي نقطة تانية، صار معك 2 صح ووحدة خطأ. نكمل كمان. هلا شو شايف يا زين؟ سيدة مالا، سيدة ملعقة. بتعرفها هي السيدة ملعقة انت؟ ما بتعرفها من زمان؟ مو شايف فلان كرتون عليها كتير؟ هي مشهورة احنا على زماننا، كان كتير كتير حلو هذا المسلسل. لازم تصير تتابع فلان كرتون سيدة ملعقة، مو هي؟ ولا بلا شفته. معك 20 ثانية، لازم تعرف وين الاختلاف. هذا سهل يعني، لازم تعرف انت، فكر منيح قبل ما تجاوبها. رقم 3. برافو عليك، شلون عرفت؟ انه واحدة ما إلا من هاي، واحدة ما إلا من هاي هي رقم 3. صح كلامك، الملعقة مفقودة، سيدة ملعقة ما مع ملعقة، هاي برقم 3. برافو، هاي كان سهل هذا السؤال. وهلا انت صرت معك 3 نقاط صح، واحدة خطأ. تابع هيك ماشي؟ يلا خلينا نكمل. وهلا شو شايف قدامك؟ توم وجيري. هذا جيري، بتعرفوا لجيري؟ افلام كرتون توم وجيري. بس هلا نحن قدام، هذا قدامك بس جيري هلا، مو هي يعني الفاره. هلا بدك تعرف الاختلاف، لازم تعرف لي الاختلاف بسرعه. معك 20 ثانيه، هي صعبه شوي، لازم تعرفها. يلا بلش نشوف.
خلص بقى، ما عرفت اختلاف؟ ما شفت شيء. شلون ما شفت شيء؟ الاختلاف هو برقم 4. شوف شلون، هي إلها لسان، كله إلها لسان أحمر، إلا رقم 4 ما له لسان أحمر. ما له لسان. مزبوط، معناته الاختلاف رقم شو؟ رقم 4. وبتخسر معنا هلا، صار معك 4 صح، 2 خطأ. دير بالك، ها ما في لباس سبايدر مان. يلا نكمل اللي بعده. هلا شوفي قدامك، شايف انت هالو كيتي. هلو كيتي، هلو كيتي، يلا فرجينا عنه اختلاف نشوف. رح تعرف هذا الاختلاف ولا ما رح تعرف هذا الاختلاف؟ لا ليش؟ صعب. صعب بس لازم تحله. فكر منيح، فكر بلا. يلا لا رقم 2. رقم 2. برافو عليك. مش شلون عرفت؟ هون ما له شيء، ما في شيء هون. صح. هون بعدين بصير شو؟ 5 وقلفتها. عيني عليك، برافو عليك، شاطر. وانت هلا جاوبت على الجواب الخامس. لازم شو تربح مرة واحدة كمان مشان تربح شو؟ لباس سبايدر مان. اتفقنا؟ ماشي. وهلا شو شايف قدامك يا زين؟ تويتي. تويتي، مزبوط. يلا لنشوف. هلا معك هاي الصورة السادسة، لازم مو الصورة السادسة بس، إذا بتربحها تكون رقم 6. يعني شو؟ 6 من 10. لازم تربح هاي الصورة مشان تربح شو؟ لباس سبايدر مان. يلا شغلها لنشوف. لازم تعرف تجاوب، ماشي حبيبي؟ يلا لنشوف، فكر منيح وجاوب، ما معك وقت كتير، شوي صعبة هاي بس لازم تجاوب عليها. يلا نشوفها، هاي الصورة كتير صعبة يعني بس للأذكياء. يلا لنشوفك بسرعة، انتبه الوقت هيخلص. 9. 9، كان خلص الوقت يعني. برافو عليك، رقم 9. يعني هلأ شو، انت ربحت معنا لباس سبايدر مان، بس لسه في عنا 3 أسئلة لازم تجاوب عليهم. لو ربحت لازم تجاوب هدول 3 أسئلة حتى نشوف كمان مين أشطر منك بالمجاوبة. انت هلأ جاوبت عن 6 أسئلة صح و2 خطأ، بقيان شو؟ 3 أسئلة. 3 أسئلة لازم نجاوب عليهم، ماشي؟ يلا وبنكمل مع بعض للسؤال اللي بعده. هلا يلا شو شايف قدامك الصورة؟ ميكي ماوس. ميكي ماوس، صح ميكي ماوس. يلا لنشوف، فرجينا هلا شلون بدك تجاوب على الجواب الصحيح. شغل الفيديو، شغل الفيديو، معك 20 ثانية لازم شو تعرف الجواب الصحيح، ماشي؟ فكر منيح وجاوب، هذا السؤال للأذكياء فقط. انت شو ذكي ولا لا؟ ذكي الأذكياء فقط. يلا لنشوفك، هتكون ذكي ولا مالك ذكي؟ دور دور منيح، طلع عليهم شوفهم. أي رقم؟ 1. براو عليك، شو عرفك انه رقم 1؟ انه في زر 1 اسمه. مزبوط، في زر 1 للميكي ماوس بالبنطلون والزر الثاني هربان، مو هيك؟ براو عليك، جوابك صح. وهي صار عندك 7 أجوبة صح، برافو شاطر. يلا نروح على الجواب على السؤال اللي بعده، ماشي؟ هلا شو شايف قدامك؟ شو حاطط لنا؟ القطة المرفوعة. قطة ماري، كاتسي، كات 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 ماري. هلا لازم شو نعرف شو الاختلاف بيناتهم. معك 20 ثانية لازم تعرف شو هو الاختلاف، ماشي؟ يلا جاوب لشوف، فكر. أي رقم؟ 7. خطأ. أصلا ما في رقم 7، شبك نسيت. رقم 5، رقم 5 هو الصح. الفيوني تبعها ما لها موجودة، رقم 5. أنت ما شفتها، ما طلع عليها منيح؟ شفتها هلا؟ رقم 5، شفت الببيونة هاي اللي بلبسوها هون؟ شايف ما لها موجودة برقم 5، مو هيك؟
شايف شلون؟ يلا هاي خطأ مو مشكلة، صار معك لساته 7 نقاط وشو؟ وثلاثة خطأ، ماشي؟ وبقي معنا آخر سؤال، يلا نكمل. هلا هيا بنا، شو حاطط لنا قدامك؟ سنان. سنان. هدول شو هذا؟ شو هذا السن؟ شو عم حامل بإيده؟ فرش سنانه. فرشاة سنان، بده يفرش سنانه. هاي الصورة فيها اختلافين، يعني في مرتين هالمرة لازم نجاوب عليهم، مو مرة واحدة، لازم نعرف جوابين. بس أنا هالمرة رح أحسب لك 30 ثانية مشان تعرف تجاوب على الاختلافين. يلا بلش تشوف الفيديو. على مهلك فكر بالجواب وتأكد منيح، شوفه وعد الرقم منيح وشوفه، لا تقلي ما بعرف، لازم تعرف على القليل اختلاف واحد لازم تعرفه، ماشي؟ فكر منيح، شوفه شوف بتطلع عن واحد وجاوبني عليه، ماشي؟ يلا لنشوف. عرفت شي جواب؟ شو هو؟ رقم 7. رقم 7، برافو. شو هو رقم 7؟ طيب او الجواب التاني بسرعة قوله قبل ما يخلص وقت. مزبوط، هو خلص الوقت بس راح احسب لك اياها صح. في سن مو مكسورة هون، هيك في فرق بين اسنانه. رقم قديش؟ رقم واحد. ثلاثة. واحد، واحد رقم واحد، في اختلاف برقم واحد بالسن تبعه، مكسور مو مكسور هيك، في له خط، مو هيك؟ في برافو، بالنص. ايه تمام، بالنص هيك له فرق، صاير سن وله اسنانه فرق كمان، شايف؟ وعم يفرش اسنانه. برافو عليك، صار معك 7 أجوبة صح و3 خطأ، مو هيك؟ صحيح؟ مو هيك؟ تذكر يعني؟ يعني انت شو؟ انت ربحت أول سبايدر مان. ثياب سبايدر مان، بكره بجيب لك اياهم نلبسهم نطلع انا وياك في فيديو، ماشي؟ تمام اتفقنا؟ مبروك عليك، شو؟ ثياب سبايدر مان. نقول لحبايبنا الاطفال اللي عم يتابعونا واصدقائنا كلياتهم، السلام عليكم. رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبركاته. نتمنى تكونوا كمان انتوا عرفتوا الأجوبة، وعجبكم الفيديو وتضلوا معنا دائما مشان كل يوم ننزلكم فيديو جديد، ماشي؟ وبنشوفكم بغير فيديو، ولا تنسوا شو؟ لايك لايك واشتراك بالقناة، مو هيك؟ السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. باي. باي.